للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول عبد الرحمن صلاح الدين الكاتب والصحفي اللبناني. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الرحمن. بداية، إصابة 165 متظاهرا لبنانيا في الأقل بسلاح قوات الأمن قرب مقر مجلس النواب اللبناني وسط بيروت، حسب رأيكم يعني لماذا تصاعدت الأمور وحدة القمع ضد المتظاهرين بهذا الشكل؟ يعني ربما لم يكن مألوفا منذ انطلاق الاحتجاجات في لبنان أن يكون القمع بهذه الطريقة. ما حصل هو حالة غضب شعبي مع شعور المتظاهرين أنه يمارس ضدهم المزيد من الخداع بخصوص تشكيل حكومة، أن الحكومة التي ينوي الرئيس مكلف حسين دياب طرحها هي حكومة حزبية بامتياز مكونة من مستشارين لزعماء الأحزاب وليست حكومة ديمقراط حقيقية. وبالتالي هذا الغضب الشعبي هذه المرة ربما أتى بمستوى آخر مع محاولة التوجه باتجاه مجلس النواب قبل مجلس النواب، والقوى الأمنية اصطدمت مع المتظاهرين عند محاولتهم الدخول إلى مجلس النواب، ومن ثم بعدها حاولت أن تفرقهم في المناطق التي اعتادوا أن يتظاهروا فيها، ما أدى إلى نشوب حدة العنف بين المتظاهرين. لا نستطيع أن نقول حتى اللحظة أن هناك قرار بفض التظاهرات بقوة، لكن هناك عنف متبادل. هذا مؤشر بتقديري هو مؤشر خطير على أن فعلا الغضب الشعبي أصبح متصاعدا أكثر، وعلى أن الطبقة السياسية الحاكمة مصرة على أن تصم أذانها عن أوضاع الناس الاقتصادية والمعيشية. وعلينا أن لا ننسى أن الليرة اللبنانية خسرت في الأشهر الأربعة الأخيرة نحو ثلث قيمتها، وهذا يعني مزيد من الضغط الاقتصادي على الناس. حتى أداء المصارف هو دون المستوى، المصارف تمتنع تقريبا عن إعطاء الناس أموالها، وهو ما أدى إلى مشكلة اقتصادية حقيقية يعيشها المواطنون. وهذا أيضا يفسر الغضب الذي عبر عنه المواطنون بالشارع بهذه الاحتجاجات العنيفة إن صح التعبير. طيب، ضمن ردود الفعل الرسمية، تصريح رئيس الحكومة المستقيل سعد حريري الذي يبدو أنه وجه أصابع الاتهام للمتظاهرين بالتخريب وتهديد السلم الأهلي على حد قوله، لماذا لم يتطرق سعد الحريري في تصريحه إلى قمع المتظاهرين وقبل ذلك كله إلى مطالب المتظاهرين اللبنانيين التي لم تلقى أذانا مصغية حتى اللحظة؟ الرواية الرسمية هي حتى اللحظة على أن القوى الأمنية هي من تعرضت في البداية لاعتداء من قبل المتظاهرين. بغض النظر عن هذه الرواية، ليس المهم الآن من اعتدى على الأول في البداية، المهم أن هناك وضع في يعني بالنهاية لا يهمنا الأسباب المباشرة بقدر ما يهمنا الأسباب العميقة للموضوع. الأسباب العميقة للموضوع هو أن الطبقة السياسية والتي منها الرئيس سعد الحريري هي حتى الآن تصم آذانها عن مطالب الناس الحقيقية، ووجع الناس يزداد يوميا نتيجة عدم وجود حل في الأفق، نتيجة يعني تراجع خطير جدا للأوضاع الاقتصادية في لبنان، نقص السيولة في المجتمع في الشارع أو في يد الناس. هناك حتى أزمات في التحويل من الخارج، يعني ما تعرفون أنه آخر ممكن أن نعتمد عليه لبنان هو تحويلات المغتربين من الخارج. حتى التحويلات من الخارج لا تقوم المصارف وشركات التحويل بتسليمها، وإن سلمتها فبعمولات عالية جدا. فالناس يشعرون أن الدولة تتصرف ليس كدولة بقدر ما تتصرف كعفو على التعبير، يعني تتصرف كمافيا تحاول أن تربح للأسف من هذه الأزمة بدل أن تساعد الناس في أزمتهم. طيب، فهذا تصاعد الغضب للأسف لا الرئيس الحريري ولا غيره من الطبقة الحاكمة يبدون فعلا استماع حقيقي لمطالب الناس وإحساس حقيقي بأن الوضع أصبح غير محتمل لكثير من طيب. ماذا عن دور ميليشيا حزب الله وحركة أمل؟ إلى أي مدى ساعد دورها أو ساعد سياساتها في وصول الأمور إلى هذا المنعطف الخطير الحاصل الآن؟ يعني حزب الله هو أخذ على عاتقه منذ البداية مواجهة الحراك الشعبي وتخوينه واعتباره حراك مركوب دوليا وأموال من السفارات وما إلى هنالك. وبالتالي وحزب الله هو من يصر على تشكيل حكومة غير محايدة، وهو من طرح وروج لاسم حسان دياب، وهو الذي يفرض أسماء حزبية إن صح التعبير، أو أسماءهم عبارة عن مستشارين للقيادات الحزبية في البلد على أساس أنهم تكنوقراط. وبالتالي حزب الله هو جزء من
من الأزمة وجزء من عدم استجابة هذه الطبقة السياسية لمطالب الناس في ظل الضغط المتصاعد عليهم. طيب، رئيس لبنان العماد ميشيل عون دعا قوات الجيش إلى إعادة ما وصف الهدوء إلى مناطق بيروت، يعني هل هي دعوة لضبط النفس من جانب قوات الأمن وحماية المتظاهرين مثلا، أم أنها إشارة إلى قمع المحتجين وفرض الأمن بالقوة؟ لا، العمل على إعادة الهدوء هو نوع ربما من يعني توجيهات من قبل رئيس الجمهورية لقمع الاحتجاجات. من المعروف أن التيار الذي يتزعمه رئيس الجمهورية حاول منذ البداية دفع الجيش إلى قمع الاحتجاجات، الجيش لم يستجب في كثير من الأحيان، لا نعرف الآن إن كان الآن الجيش سيستجيب أم لا، لكن المعروف والواضح أن الطبقة السياسية تتخيل أو تتصور أنها لو قمعت التظاهرات في الشارع فإن هذا سينهي الأزمة. طبعا هذا تصور سطحي وبسيط وغير مدرك لطبيعة الأزمة التي يعيشها اللبنانيون وغير مدرك لطبيعة المجتمع اللبناني. بتقديري المجتمع اللبناني غير متعود على فكرة القمع، وبالتالي محاولة قمعه ستزيد الأزمة سوءا ولن تحسنها، ليس على المدى البعيد وإنما حتى على المدى القريب. وبالتالي أنا برأيي صوت العقل يقتضي الاستماع لمطالب الناس وتفهمها وعمل خطة عملية لتلبية مطالبها، بدل محاولة الذهاب إلى خيار القمع أو خيار التخوين، لأن كلا الخيارين برأيي لن يؤديا إلى مزيد من الخسائر للشارع اللبناني والدولة اللبنانية وللجميع. نعم، كان معنا من إسطنبول عبد الرحمن صلاح الدين الكاتب والصحفي اللبناني، شكرا جزيلا لك.